طيب لو احنا بنتكلم بقى على ان احنا عندنا الكاركترستكس بتاعت الايكويشنز بتاعتنا ما هياش لوجاريتمك. بعض الاحيان بيبقى الايكويشنز بتاعتنا شكلها باور لو، شكلها عباره عن بولينوميال، شكلها فيها عباره عن اكسات وحاجات زي كده، اكس اس 2 ولا اكس اس 3 ولا حاجات زي كده. في الحالات دي الحقيقه ما ينفعش ان احنا نستعمل اي حاجه لها علاقه بالسيمي لوج بلوت، لازم نستعمل لوج لوج بلوت. لو عندي كيرف بالشكل ده، لو خدت له اللوج بتاعه هيبقى عندي لوج واي بيساوي لوج بي ده كونستانت زائد ان لوج اكس، فهلاقي عندي الناحيه دي لوج واي والناحيه دي هنا لوج اكس، اكس ما بقتش لوحديها هنا بقت لوج اكس. فمعنى كده لو انا جيت على لوج لوج كيرف، يعني في عندي لوج لوج بلوتس هنا او لوج لوج جراف بيبر كده، بيبقى عندي الدايركشن ده كده بيبقى لوج والدايركشن ده هنا كده بيبقى لوج. لو انا جيت رسمت كيرف زي كده هلاقي ان هو بيطلع لي ستريت لاين في الحاله دي، يعني اكس سكويرد اكس تربيع هلاقي ان هي عباره عن ستريت لاين كده، واي بتساوي اكس هتلاقيها عباره عن كده، واي بتساوي اكس اس نص يعني واي بتساوي جذر اكس هلاقيها كده. كل ما السلوب ده زاد، يعني زاد يعني معناه ان هو بقى مور فيرتيكال، كل ما كان الباور بتاعتي هنا ايه بقت اكتر. ولو انا عندي نيجاتيف باور كمان، يعني واي بتساوي 1 على اكس، هلاقي عندي ان الكيرف بتاعي بقى السلوب بتاعه العكس، بقى السلوب بتاعي في الدايركشن نيجاتيف. اوكي، فمن الكلام ده برضو بقدر احسب، يعني لو انا بصيت على الكيرف بتاعي ده هو طبعا بينترسبت هنا عند اكس بتساوي 1 وواي بتساوي 1، يعني النقطه اللي هي السنتر بتاعي هنا اكس بتساوي 1 وواي بتساوي 1. ليه؟ لان انا عندي هنا لو انا بصيت هنا اللوج هنا بيساوي صفر امتى؟ لما يكون اكس دي بتساوي 1 مش لما يكون اكس بتساوي صفر. نفس الكلام هنا برضو، اكس اكس وواي لازم الاثنين يكونوا بيساوي صفر لما اللوج بيساوي صفر، لما بتكلم على ان الواي بتساوي 1 والاكس بتساوي 1. اوكي، فلو انا بصيت على الكيرف بتاعي لو انا عندي هنا ده صفر يبقى معنى كده لوج واي هيساوي لوج بي، يبقى معنى كده الانترسبت مع الخط ده هو بيعبر لي عن لوج بي بتساوي كام. اوكي، طب السلوب بقى بيعبر لي عن ايه؟ السلوب بيعبر لي عن ان. لو انا بصيت على الكيرف ده السلوب بتاعه، السلوب بتاعي ده بيعبر لي عن ان اللي هو الباور بتاعتي بتاعت اكس بتساوي كام. طبعا ممكن يحصل لنا كذا حاجه للكيرف اللي هو اللي هو البولينوميال او الباور لو كيرف دوت. ممكن الكيرف دوت يبقى هو مضروب في كونستانت زي ما احنا شفناها قبل كده، الكيرف العادي خالص اللي هو 4 اكس مثلا، 4 اكس الاقي ان هو مش بيمر هنا بقى، لا بيمر هنا. اوكي، فمعنى بيمر هنا يبقى معنى كده الحاجه اللي هنا دي الاربعه دي هي الاربعه اللي موجوده هنا، يعني اقدر من الانترسبت ده قيمته اقدر اجيب الاربعه دي. اوكي، وعشان في هنا اكس يبقى معنى كده السلوب بتاع ده هيبقى عباره عن 1. اوكي، هيبقى زيه زي واي بتساوي اكس بالظبط، ده بارلل ده، يعني الكيرف ده بارلل الكيرف ده هو اللي هنا ده. طيب لو عندي واي بتساوي نص اكس نفس الكلام برضو، اكس اس 1 لازم تبقى بارلل لواي بتساوي اكس، لازم دي يبقى بارلل دي يبقى بارلل دي، يعني الكيرف ده بارلل الكيرف ده بارلل الكيرف ده. بس هنا الانترسبت بتاعي بدل ما كان فوق 4 لا ده هنا دلوقتي ايه 5، بس 5 بعد الواحد يبقى 0.5. طب لو عندي بقى الكيرف بتاعي y بتساوي x بلس 1، لو في عندي الكلام ده بلس كونستانت دي تعمل لنا مشكله بقى، لان احنا لو خدنا اللوج هنا هيبقى لوج y بتساوي لوج x زائد 1، يعني كلها على بعضيها مش لوج x زائد لوج 1 لا. فمعنى كده ان دلوقتي الايكويشن بتاعتها شكلها اتغير. بس هنا اللي ممكن نعمله كالاتي، ان احنا بنبص على لما اكس بتزيد قوي، لما اكس بتروح لانفينيتي، لما راح اكس بقى قيمتها كبيره، يعني القيمه بتاعت اكس اللي هنا اللي هي قيم اكس الكبيره، قيم اكس الكبيره هتخلي قيمه الواحد اللي هي مجموعه عليها دي تبقى انسيجنيفيكانت بالنسبه لها، يعني ممكن ان احنا نجلكت الواحد دي بالنسبه للاكس، يعني ات اكس ات لارج فور لارج فاليوز اوف اكس هنلاقي ان الكيرف اللي هو واي بتساوي اكس زائد 1 بيقول ان هو يبقى واي بيساوي اكس، فنلاقي في الاخر خالص في اخر الكيرف ده هنلاقي عندنا ايه؟ هنلاقي عندنا الكيرف ده تقريبا بارل للكيرف بتاع واي بتساوي اكس، يعني الكيرف ده والكيرف ده الاثنين بارل لبعض عند الفاليوز الكبيره بتاعت الاكس. طب نعرف منين بقى الواحد ده؟ نعرف منين الواحد ده بيساوي كام؟ ممكن نعرف بمنتهى البساطه ان احنا يعني في الحاله دي بقى يعني هنشوف ان الواي بتساوي صفر امتى؟ يعني اللوج واي بيساوي يعني المفروض ان هو لوج واي بيساوي لوج اكس بلس 1. فمعنى كده بتكلم على ان انا عندي في الحاله دي لوج اكس بلس 1 لازم اكس تساوي صفر
علشان الواي دي تساوي صفر، او عشان توصل انها تبقى بتساوي واحد. فمعنى كده يعني اللي انا ممكن اعمله ان انا ممكن ان انا احاول استيميت مثلا ات مثلا واي بتساوي واحد، ات اكس بتساوي واحد، استيميت الواي بتساوي كام، ومنها اطرح بقى منها السلوب اللي انا قطعته، او اكس اس لو عندي اكس اس واحد ببقى بطرح منها الواحد دوت، واعرف بعد كده الجزء بتاع المضاف عليه ده بيساوي كام. بمعنى من السلوب اللي هنا ده اقدر اعرف الاكس دي اس كام، وبعد كده مع الانترسبت مع اكس بيساوي واحد اقدر اعرف القيمه بتاعه الكونستنت ده بيساوي كام. ناخد مثال على الجزء دوت. لو احنا عندنا كيرفات بالشكل ده كده، احنا رسمنا اللوج لوج بلوت بتاع كيرفين، الكيرف الاولاني هو الانرجي فيرسس ماس، والكيرف الثاني هو الوايت فيرسس ماس. الكيرف الاولاني هو النقط اللي لونها اسود دي، والكيرف الثاني هو النقط اللي لونها ابيض. لو احنا بصينا على الكيرف اللي لونه اسود هنلاقي ان يعني ممكن نلاقي ستريت لاين كده ماشي بيغطي تقريبا معظم النقط الموجوده عندنا في الكيرف دوت. فلو احنا قسنا الكيرف ده هنلاقي ان احنا بيسكلي لو احنا شفنا السلوب بتاعه 0.75، يبقى معنى كده احنا بنتكلم على، وده بيمر، خلي بالنا برضه ان الخط ده طلع ان هو بيمر بالنقطه دي اللي هي عند ال اللي هي النقطه اللي هي عند البودي ماس بيساوي 10 والانرجي بتساوي 10 اس 3. يبقى معنى كده احنا ممكن نحسب ان الانرجي فيرسس ماس بتتناسب مع البودي ماس، او الانرجي بتتناسب مع البودي ماس تو ذا باور 0.75. لو احنا بصينا على الكيرف الثاني بقى نلاقي الكيرف الثاني ده يعني صعب ان احنا نغطيه بكيرف واحد، يعني لان هو هنا ماشي بشكل معين وبعد كده ماشي بشكل ثاني، يعني اكن في عندي سلوب هنا كده وبعد كده اتغير السلوب ده. هنلاقي عندي هنا في الاول خالص السلوب بتاعي كان حوالي 0.62، بعد شويه لقينا ان الكيرف بتاعي بقى سلوب ثاني عباره عن 0.33. فهنا برضو بنستعمل فيها الفاريبل ريت اللي احنا شفناه في الاكسبوننشال ديكاي. ممكن ان احنا نفس الكيرف لو لقينا ان مفيش اي ستريت لاين واحد يغطيه لي، لا انا ممكن ان انا اخلي فيه جزء منه موديلد بسلوب معين، يعني معنى كده في الجزء دوت الهايت بيتناسب مع الماس تو ذا باور 0.62، وفي الجزء الثاني دوت الهايت بيتناسب مع الماس تو ذا باور 0.33. مثال ثاني، بيزل ميتابوليك ريت بالواتس، الناس حسبته برضو عن طريق كيرفات، برضو عن طريق نقط حطوها برضو على لوج لوج بلوت فيرسس البودي ماس. لقوا حاجه غريبه جدا، لقوا ان اكشوالي في اليوني سيلولار اورجانيزم زي البروتوزوا والحاجات اللي زي كده، وبعض الحاجات مثلا اللي هي زي الهوميوثيرمز اللي هي زي البني ادمين دي، ده الجزء بتاع الحاجات اللي هي الحيوانات ذات الدم البارد ودي الحيوانات ذات الدم الحار. لقوا ان كل الكيرفات دي رغم ان هم مختلفين، يعني طبعا لو قيسنا هنا الهوميوثيرمز ممكن نلاقي عندنا الميتابوليك ريت اعلى بكتير جدا من حاجه زي يوني سيلولار اورجانيزم، بس في نفس الوقت لو لقينا العلاقه، يعني بصينا على العلاقه بين الكيرفات دي وبين البودي ماس، هنلاقي ان السلوب بتاعهم في كلهم متساوي، يعني الكيرفات دي كلها السلوب بتاعها متساوي، مفيش اي اختلاف فيها خالص عن بعض. فدي حاجه كانت فيري انترستنج ان احنا بنبص نلاقي في كل المخلوقات من اول يونيسيلير اورجانيزمز لغايه البني ادمين، هنلاقي ان الميتابوليك ريت بتاعها بيتناسب مع البودي ماس بنفس النسبه بالظبط، بنفس الباور بالظبط. ودي حاجه كانت فيري انترستنج طبعا مفيش كلام.